11 محافظة تضربها الأمطار بقوة اليوم، ونشاط للرياح مع اضطراب حاد في حالة البحر، وتحذيرات هامة للأرصاد بشأن طقس اليوم وأيضا الساعات المقبلة. تفاصيل أهم مستجدات الأحوال الجوية والطقس نعرضها لحضراتكم الآن من خلال تغطيتنا الجوية. الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت في بيان عاجل لها من عدم استقرار الحالة الجوية، حيث نشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة ليسود طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. وكشفت خرائط الطقس عن نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة من اليوم، وسط اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ليصل ارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار كما أعلنت الخرائط. سقوط الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ وأخيرا الدقهلية. ومن المتوقع أيضا مشاهدينا سقوط أمطار متوسطة على مناطق من دمياط وبورسعيد وشمال سيناء، كما تتوافر فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الغربية والشرقية والمنوفية، قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية. كما قالت الأرصاد الجوية إن طقس الثلاثاء سيكون بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات ووسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد. وبالنسبة لحالة البحرين، فالبحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج من 2.5 إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وهو غير مناسب تماما لعمليات الصيد والملاحة. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة متابعة كافة النشرات والتحديثات التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية الخاصة بالطقس، واتباع كافة الاستعدادات اللازمة للتخفيف من الآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة. ومن جانبها حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم، حيث أكدت أنها تشهد استمرارا في انخفاض درجات الحرارة من عن المعدلات الطبيعية بحوالي من 2 إلى 3 درجات، وأوضحت أيضا أن هناك نشاطا للرياح يؤدي إلى شعورنا بمزيد من انخفاض درجات الحرارة ويتسبب في اضطراب حركة الملاحة وارتفاع الأمواج، وأن درجات الحرارة اليوم تسجل 16 درجة مئوية للعظمى، مشيرا إلى تزايد فرص سقوط أمطار رعدية على السواحل الشمالية. وكشفت أيضا أن ذروة التقلبات الجوية تكون يوم الخميس والجمعة، حيث تسجل البلاد أقل درجة حرارة حتى الآن وهي 9 درجات مئوية مع سقوط أمطار رعدية وكثيفة تصل إلى القاهرة والوجه البحري. لذلك تنصح هيئة الأرصاد الجوية بارتداء الملابس الثقيلة خلال الأيام المقبلة. وفي نفس السياق قالت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة بالمحافظات الساحلية على المناطق الواقعة شمال شرق الإسكندرية وكذلك شمال غرب المدينة، وتتراوح سرعة الرياح المتوقع هبوبها بحسب بيان الأرصاد ما بين 60 إلى 70 كيلومتر للساعة،
على أن ترتفع أمواج البحر الأبيض المتوسط على السواحل بما يتراوح بين 3 إلى 4 أمتار. ومن جانبها أعلنت شركة الصرف الصحي بالمحافظات الساحلية استعدادها لتلافي الآثار الناجمة عن حالة عدم الاستقرار في الجو. وكشف محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف عن رفع درجة الاستعداد والطوارئ في الأجهزة التنفيذية كافة بمختلف الأحياء لأجل التعامل مع التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية. وأصدر المحافظ بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية تكليفاً لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار ساعات اليوم لأداء مهام تصريف المياه حال تجمعها في عدد من المناطق، بخلاف التعامل مع الحالات الطارئة بمختلف الشوارع في المدن. مشاهدينا، نختتم مع حضراتكم ببيان لدرجات الحرارة المتوقعة، حيث تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 للعظمى والصغرى 10 درجات مئوية، السواحل الشمالية 15 للعظمى والصغرى 10 درجات مئوية، جنوب سيناء 20 للعظمى والصغرى 12 درجة، شمال الصعيد 16 للعظمى والصغرى 5 درجات مئوية، جنوب الصعيد 20 للعظمى والصغرى 8 درجات. مشاهدينا، إلى هنا نصل إلى نهاية تغطياتنا الجوية. بنتمنى للجميع السلامة، وللمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا، موقع صدى البلد الإخباري. كانت معكم مريم كمال من موقع صدى البلد. شكرا لكم وإلى اللقاء.